بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على محمد وآل محمد. كثير من الأخوة والأخوات يبعثون برسائل حول قضية ألم الأسنان، كيف نتخلص منه حتى نذهب إلى الطبيب، التهابات اللثة كيف نتخلص منها، الصداع المستمر كيف نتخلص منه بأسهل صورة وأسرع صورة. علماؤنا الأعلام المختصون بقضايا أهل البيت عليهم السلام وطب أهل البيت عليهم السلام ينصحون بالقرنفل، نبتة القرنفل، وهذا لا يعني بأن نستخدمه بكثرة، فإنه يؤذي الجسم ويستخدم مع الحليب أو مع اللبن أو مع السلطة. تضع مقدار 4 حبات 3 حبات، تقوم بطحنها كالبودرة وتضيف إلى السلطة أو إلى الحليب أو إلى اللبن وتقوم بتناوله، وعندما تتناوله سوف تتخلص تماما من مسألة الصداع المستمر. كذلك هو يقوي الكبد بشكل جيد، كذلك يبعد انتفاخات البطن والشعور بالانتفاخ إلى غير ذلك، وكذلك مسألة التهابات اللثة، ألم الأسنان. وإذا لم تستطع يعني في ناحية ألم الأسنان والتهابات اللثة، يكفي بأنك تضعه في ماء، تقوم بطحن 3 إلى 4 حبات وتضعها في الماء وتمزجها بعد ذلك، وتقوم بالغرغرة، يعني تتمضمض به ثم ترميه، فهذا يعالج ألم الأسنان سريعا، يعالج التهابات اللثة بشكل عجيب وسريع، وكذلك يذهب بالصداع المستمر. يذهب بالصداع المستمر يعني بمعنى عليك بطريقة للتخلص من ضعف الكبد لا سمح الله، مشاكل الكبد لا سمح الله، كذلك في مسألة ضعف المعدة، تقوية المعدة بهذه الصورة، الانتفاخ الذي يكون في المعدة لا غير ذلك، بأنك تضع 3 إلى 4 حبات، تطحنها، تجعلها كالبودرة وتضعها في الحليب أو اللبن وتتناولها. أما في مسألة الصداع المستمر وكذلك التهاب اللثة والأسنان، فما عليك إلا أن تضع 3 إلى 4 حبات كالبودرة في الماء، وبعد ذلك ماذا؟ تقوم بالمضمضة أو الغرغرة به وترميه بعد ذلك 3 مرات 4 مرات وتتخلص من ذلك تماما. القرنفل موجود عند العطارين بشكل يعني متوفر بشكل جيد وبأسعار مناسبة، ونحن نضعه دائما يعني على الطعام، شيء معروف في بيوتنا. فنسأل الله سبحانه وتعالى لكم العافية. برنامج صباحات والأيام من محمد، خادم في مرقد الحسين بن علي عليهما السلام.